ساعات الورد لو دبلن يخليه المطر بستان ويحب فرح أوراقه وزيه بنحيا بالقرآن. هتمسح التراب انت ومن غيره تعيش ازاي؟ في قلبك ضلمة ليه وانت في ايدك يبقى بتعمران؟ فتح شبابيكك لو عايز نور الله يدخل ويحافظ على قلبك من كل الدنيا. شوية فاهم مش حافظ هتشوف الكون بعيون تانية. يوم تقرأ استمعي كلام الله وارتفعي وعودي أمة وسطا تباهي كل متبعي ورد العهد من ناصر وداوي كل ذي واجعي. أعيدي صورة الماضي بمجد فات كان معي. فتح شبابيكك لو عايز نور الله يدخل ويحافظ على قلبك من كل الدنيا. شوية فاهم مش حافظ هتشوف الكون بعيون تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الدعاة كان بيقول أنا كنت مسافر الأقصر كان في حفلة لتكريم حفظة القرآن الكريم، والشيخ أول ما وصل المطار لقى شاب جاي بيسلم عليه بيقول له يا شيخنا أنا عايز أقول لحضرتك قصتي. فالشيخ فعلا وقف مع الشاب وابتدى الشاب يحكي القصة للشيخ. بيقول يا شيخ أنا كل حاجة بعرف أعملها في الدنيا إن أنا بحب أسمع أغاني وبتكلم إنجليزي كويس، فقررت إن أنا أشتغل حاجة أنا بحبها ورحت أجرت كشك جنب متحف وقلت الكشك ده أنا هبيع فيه شرايط أغاني للأجانب، وابتديت اجيب من كل مطرب اغنيه واعمل احط في الشريط الواحد لكذا مطرب الاغاني بحيث ان السياح وهم معديين لما يسمعوا الاغاني الاجنبيه دي موجوده هنا في مصر يجوا يشتروها مني على طول. وابتديت اعمل كده فعلا، لما الاقي السياح مقربين مني اعلي صوت الاغاني فيستغربوا ان الاغاني دي موجوده في مصر ويجوا لي وابتدي ابيع لهم الشرايط دي. وفي مره بيقول في موقف حصل غريب، كنت قاعد ولقيت في بنت داخله عليا هي وصاحبها وبتقول لي انا عايز اسمع اي حاجه، عايز اشتري منك موسيقى تكون هاديه، ومن كلامها حسيت ان قلبها كان واجعها وبتقول انا عايز اي حاجه تريح اعصابي. وابتديت فعلا اشغل لها اغاني، اشغلها الاغنيه الاولى تقول لي لا مش هدي اللي انا عايزاها، شغلت اغنيه تانيه ما عجبتهاش، والموضوع ده اتكرر اكتر من مره فاتضايقت واتنرفزت فقمت خابط على الكاسيت بايديا فايدي جت غصب عني على الزرار بتاع الراديو، فالزرار اتحرك وإذاعة القرآن الكريم اشتغلت وكان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بيقرأ القرآن. فقال لك اتفاجئت لقيت البنت بتقول لي هي دي الموسيقى اللي انا محتاجاها، هو ده اللي انا عايزاه. فالشاب ده على طول قال لها على فكره ده مش اغاني، ده قرآن كريم اللي انت طالباه مش ده خالص، ده قرآن كريم انت عايزه اغاني. قالت له لا ايا كان ده انا عايزاه، الموسيقى دي انا ريحتني انا محتاجه ان انا اسمع الكلام ده. وابتدى الشاب يفهمها ان دي مش اغاني وان ده قرآن كريم. قالت له انا هدفع لك الفلوس اللي انت عايزها بس اخد الحاجه اللي اشتغلت دي. فالشاب بيقول انا ما عنديش علم فما كنتش عارف ينفع بيع لها ولا ما بيع لهاش غير ان انا اصلا ما كانش عندي شرايط قرآن. فقلت لها ده ما ينفعش انت تسمعيه وانت مش مغطيه شعرك، والكلام ده طبعا مش صح، بس الولد بيقول انا ما عنديش علم وكنت خايف اديها القرآن ومش عارف ينفع ابيعه لها ولا لا وهي مش مسلمه. فبيقول لي اتفاجئت ان قالتها خدت المفرش اللي قدامي على الترابيزه وحطته على طول على شعرها وقالت له انا غطيت شعري. فالولد بيقول انا ابتديت اتاثر من الحاجات اللي هي بتعملها وقلت لها برضو ما ينفعش اديك القران لان انت ممكن تسمعي القران في وضع لا يليق بسماع القران الكريم. فبقول لك اتفاجئت لقيتها ان هي بتشد ايديها من ايدين صاحبها بتقول له ابعد عني وبتمشيه فعلا وبتخليه بعيد عنها وتقول له انا صاحبي ابعد عني انا عايز اللي انت اديته لي ده. فالشاب بيقول انا اتأثرت جدا من حلها ومن المواقف اللي هي بتعملها قدامي، فطلبت منها ان هي تجيلي تاني يوم اكون جمعت لها اي قرآن كريم في شريط واديه لها. وفعلا البنت مشيت وجات له تاني يوم وكان هو جهز شريط عليه شوية مقاطع وصور للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وادها الشريط ومرضيش ياخد فلوس وقال لها انت منين؟ قالت له انا من بريطانيا. فقال لها طب انا ممكن اطلب منك طلب، ممكن الايميل بتاعك؟ فالبنت اديته الايميل بتاعها. بقول لك بعد ما مشيت اتصلت باصحابي الصالحين اللي ممكن يكون لهم علاقه بالكتب اللي بتعرف الناس بالاسلام وتدعو للاسلام، وابتديت اخد منهم اي حاجه واي دروس تعرف الناس اللي مش مسلمين بالاسلام وابعت لها على الميل بتاعها. بيقول قعدت 3 شهور ابعت لها حاجات وهي ما بتردش عليا خالص، وفي يوم اتفاجئت ان في رساله جايه منها وبفتح الرساله لقيت مكتوب فيها سطر واحد،
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ومن بعدها الشاب بيقول وأنا حياتي كلها اتغيرت، استغربت إزاي أنا أكون مسلم من وأنا صغير وفي بلد مسلمة وبسمع القرآن الكريم كل يوم وفي أي وقت وفي الإذاعة وسهل أن أنا أحصل على القرآن الكريم، وقلبي ما تأثرش زي البنت الأجنبية اللي ما كانتش مسلمة، اللي فضل الله تعالى اللي كان قلبها حي القرآن أثر في قلبها على طول. هي دي قلوب المسلمين الجدد، وبنتعلم منهم. أي حد مسلم جديد الواحد بيتعلم منه، قلوبهم بتبقى طاهرة ونقية وبتستقبل كلام الله عز وجل على طول. والواحد طول ما بيسمع قصص ناس ما كانتش مسلمة وأسلمت قلبه بيتأثر بأحوالهم، فما بالك بقى لو انت فعلا تعرف واحد ما كانش مسلم وأسلم. أنا في حد من صحابي وقريب من قلبي جدا ما كانش مسلم وأسلم، لما بتتكلم معاه بتحس بقد ايه قلبه أبيض وقد ايه بيحب الناس، قلبه مليان خير. لما يتكلم عن القرآن أو يتكلم عن الله عز وجل نحسبه من الصادقين. سيف التهامي ما كانش مسلم وأسلم، ايه الحكاية؟ صح، حكاية سريعا. أنا اتولدت من عيلة نصرانية متدينة، تدركت كده في الكنيسة اللي وصلت ان انا بقى شماس يعني، وكنت من الناس اللي يعني اللي بيقولوا مزقوقين كده على كل حاجة فيها دين، فدايما كنت تواجدي في الكنيسة يعني. كنت قارئ للإنجيل بطريقة كبيرة جدا لحد ما أكاد أكون حفظته كله. وأنا في تانية ثانوي، أنا كان عندي حوالي 16 سنة، وقفت شوية مع معاني الألوهية في الإنجيل. في الإنجيل في آيات بتقال يعني وانت بتقراها ابن الله، المسيح ابن الله والمسيح هو الله. فوقفت قدام المعنى ده شوية كتير، هل المسيح هو الله ولا المسيح هو ابن الله؟ وقعدت أقرأ شوية أبحث في فكرة الناسوت واللاهوت وإن المسيح نصفه إنسان ونصفه إله. طب ولما صلب بأنهي صفة؟ هل صلب بصفة الألوهية؟ طب إزاي إن البشر هم اللي صلبوا المسيح وهو إله عظيم؟ طب لما كان قاعد على جبل الزيتون وبيبكي كان بيبكي لمن؟ لو هو الله فبيبكي لمن؟ طب وربنا سبحانه وتعالى يعني وحاشاه انه لو تجسد في صورة انسان ونزل على الارض، طب ايه السماء فاضية؟ طب الناس لما تحب تدعي ترفع ايديها لمين؟ كنت لسه صغير وكانت المعاني دي بالنسبة لي عمالة تتردد على أسئلة كتيرة جدا جدا، وكلها كان مجرد اسئلة بدون اي محد يفتح لي حتى مدارك عقلي هي الاسئلة دي موجودة ليه. هي فجأة الاسئلة دي كلها ظهرت، وبدأت ابحث بقوة في مسألة الالوهية ومسألة الناسوت واللاهوت، واروح للقساوسة اسالهم. للاسف ما كنتش بلاقي اجابه شافيه يعني تشفي الاضطراب اللي جوايا ما بين فكره هل المسيح هو اله ولا انسان ولا هو مجرد نبي من الانبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بتعثهم على مدار السنين يعني. ففي يوم من الايام اخذت قرار من نفسي ان انا بالنسبه لي المسيح هو نبي، وهو ليس الا نبي ابتعثه الله برساله الى الامه اللي احنا عايشين فيها. وكل الكلام ده كان بعيدا تماما عن الاسلام، ما كنتش قريت اي حاجه في الاسلام يعني. واخدت القرار ان انا هبدا لما اقرا الانجيل هقرا منه الاجزاء اللي هتيجي فيها كلمه ربنا يسوع المسيح بالنص، هشيل كلمه ربنا. ولدرجه ان انا الكتاب المقدس بتاعي اللي هو انا امتلكه في بيتي يعني بدات امسح عليه كلمه ربنا دي، جبت قلم وبدات امسح على كلمه ربنا تماما. وكنت لسه على دين النصرانيه والمسيحيه، ما دخلتش لسه تماما وشماس. وانا كنت كمان يعني مؤهل ان انا ابقى قسيس في الكنيسه، وكانش في دماغي بقى لا دراسه ولا الكلام ده يعني. كان بالنسبه لي انا اخش كليه لاهوت وابقى قسيس، ده كان التدرج الطبيعي يعني. فما كانش في دماغي خالص مساله الاسلام. وجيت اليوم ده بدات امسح زي ما قلت لك كلمه ربنا يسوع المسيح من الانجيل. وفي يوم حد من الايام القداس وانا بقرا الانجيل على الشعب كما يسمونه يعني في القداس الناس اللي قاعده، بقيت مضطرب نفسيا من جوايا انا هقرا اقول ايه يعني. لو جت كلمه ربنا يسوع المسيح انا هعمل ايه؟ هل هقول ربنا يسوع المسيح وخالف اللي انا وصلت له بنفسي، ولا هقول يسوع المسيح وخلاص بقى واللي يحصل يحصل؟ فقلت لا، بما ان انا هقرا على الناس والقسيس قاعد فانا هقرا زي ما اللي موجود في الكتاب المقدس. وبدات اقرا فعلا، وجيت عند كلمه ربنا يسوع المسيح وسبحان الله يقبل لساني انه ينطق الكلمه يعني. وبدات اقرا كل ما تيجي ربنا يسوع المسيح اقراها يسوع المسيح، ربنا يسوع المسيح اقراها يسوع المسيح. فسبحان الله محدش لاحظ اصلا يعني، الناس اللي قاعده محدش فيهم لاحظ، لكن طبعا القسيس اللي قاعد معايا في القداس لاحظ، وكمان كان شايف ان انا بقالي فتره بسال اسئله كتير قوي. فبعد القداس جابني بقى، تعال انت في ايه؟
يعني بقالك فترة بتسأل أسئلة كتير جدا، والنهاردة يعني تعمدت ان انت تيجي كذا مرة ربنا يسوع المسيح وتمسح كلمة ربنا تماما وتقول يسوع المسيح. ما كانش عندي إجابة قوي ساعتها، ان انا كنت خلاص وصلت اللحظة في حاجة في صراع نفسي رهيب، فقلت له ما فيش حاجة انا بس محتاج ان انا ارتاح شوية. وسبحان الله اليوم ده قلت طيب ما اقرا بقى وافهم اكتر، فبدات اجيب كتب شيخ احمد ديدات. ده طبعا يعني ايه الخط اللي اي حد بيبدا منه، يعني ربنا يبارك له ورحمه الله عليه يعني يتقبل منه. وبدات اقرا افهم المساله جدا، وبعدها بحوالي سنه جبت مصحف، وده كان اول مره رحت اشتريته من مكتبه جنبنا، وقررت ان انا افتح واقرا واشوف الكلام ده بيقولوا ايه بقى. يعني عايز اقف هنا بقى واقف. احساسك ايه وانت بتشتري المصحف، وانت اول مره تمسك مصحف وانت اصلا مش مسلم؟ احساسك وانت بتشتريه ومسك كتاب الله عز وجل القران الكريم في ايديك؟ بص انا كنت خايف جدا، يعني انا ما اعرفش ليه خايف، بس انا خايف، حاسس ان انا ماسك حاجه كبيره قوي، حاجه قيمه، قلقان اهلي يشوفوها، قلقان حد من صحابي يشوفني وانا راجع بيه من المكتبه ومخبيه ومش عارف ده ايه، يعني مش عارف اللي جواه ايه، والكلام اللي جواه ده هيخاطبني ازاي، وهفهمه ولا مش هفهمه. انا كمان انا عارف ان القران صعب، يعني اسمع ان المسلمين بيروحوا يتعلموه، فانا هفهمه ولا مش هفهمه. فكانت المساله بالنسبه لي صعبه جدا، ولي رهبه سبحان الله، لحد ما قفلت على نفسي بالليل وفتحت المصحف عشان اقرا. طبعا انا ما اعرفش بقى افتح منين، افتح من الاول ولا افتح من الاخر، وما اعرفش الترتيب بقى الفاتحه ولا اقرا سوره الاخلاص في الاخر والمعوذتين، انا ما اعرفش لسه اي حاجه. فتحت المصحف عليه، فتحت كده يعني، رحت ماسك المصحف كده فتحته وقلت ايه انا هقرا اللي يجي يعني. فسبحان الله فتحت المصحف على الآية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. طب مين بقى عباد الرحمن؟ يعني إيه هونا أصلا؟ أنا مش فاهم أي حاجة. وعمل أقرأ: الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وسبحان الله بدأت أبكي، ومعاني كبيرة جدا ومش فاهمها، بس حاسس براحة شديدة يعني. فسبحان الله بقى بدأت أتعمق بقوة يعني في القراية، وبدأت أفهم القرآن أكتر. كان قرار طبعا مش سهل إن أنت تاخده، خاصة أنت في سن صغير مش سن كبير، وأهلك وهتعمل مع أهلك وكده. الحمد لله ربنا من عليهم كلهم فضل الله وأسلموا يعني بعدها. وسبحان الله يعني هي جت من هنا، جت من الأصل يعني، القرآن والألوهية يعني جت من الأصل بقى. أنت ما يعني ما عدتش تدور في حاجات بسيطة وتنبش فيها، لأ أنت جبت الأصل، هو ربنا سبحانه وتعالى هو أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فدي لما خلصت الحمد لله ربنا شرح الصدر يعني. الواحد مهما نتكلم عن قصص الناس اللي أسلمت بسبب القرآن وإزاي هم فعلا كانوا فاهمين قدر القرآن، وربنا نور صدرهم بالقرآن ونطقوا أحسن شهادة في الدنيا وأكبر شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لسه مكملين معاكم في الجزء الثاني من الحلقة، قصص ناس أسلمت وكان القرآن هو السبب في إسلامهم، كانوا فاهمين قوي. إن شاء الله الحلقة اللي جاية استنونا في فاهم مش حافظ. في آياته دواء قلبك وبيه بيكلمك ربك، تدبر عش في أمر الله تعرف إنه بيحبك. في آياته طريق بترسم لك أمل وحياة، سعادتك في الحياة دي معاك بتكبر فيها من قربك. فتح شبابيكك لو عايز نور الله يدخل ويحافظ على قلبك من كل الدنيا. عشوية فاهم مش حافظ، هتشوف الكون بعين تانية. كتاب الله يا قمر تنير ظلام الدامس، وتهدي حزننا صابرا فتضحك قلبنا العابس، وتمحو كل زلات تعم البحر اليابس. فيا أملا بآيات تريح مدامع اليائس. فتح شبابيكك لو عايز نور الله يدخل ويحافظ عليك.